السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى من قناة مستر بومتك. في حلقة النهاردة هنتكلم على السي بي ام، ما هو السي بي ام وازاي تربح من السي بي ام، واهم المواقع اللي تخليك تربح مبالغ كويسة جدا من السي بي ام، وتابعوني بعد الفاصل. ورجعت لكم مرة تانية. في البداية كده هنتكلم على السي بي ام، زي ما قلنا هنقول ايه هو السي بي ام. السي بي ام اللي هي سي كوست، بي اللي هي بير، ام اللي هي مايل، مايل بمعنى 1000، بمعنى 1000، العائد لكل 1000، العائد لكل 1000، مهما كان الألف ده ايه، الألف ده هو حاجة هتحصل، الحاجة دي هي مشاهدات، الحاجة دي هي ظهور إعلانات، الحاجة دي هي ضغطات، الحاجة دي هي مثلا زي مواقع اختصار رابط اللي هو مشاهدات الاختصارات كده، هي دي معنى كلمة سي بي ام. ازاي تربح من السي بي ام؟ فانت عندك اكتر من مجال للربح من السي بي ام، اكتر من مجال، مجالاته كتيرة جدا. اول حاجة هو مجال الربح عن طريق اختصار رابط، مجال شركات الاعلان بكل انواعها، شوف عندك شركات اعلان بكل انواعها مهما كانت الانترستيتال والنيجاتيف، وعندك شركات اعلان بانرات وكل حاجه اللي انت عاوزها موجوده في شركات الاعلان. وعندك هنا زي ما انت شايف دي في البلاي ليست عندك 16 شركه اعلان، انت ممكن تشوفها عندك شروحات الربح من الانترنت، هتلاقي برضو فيها بعض شركات الاعلان اللي انا مش حاططها هنا، تمام؟ فهتلاقي هنا بعض الحاجات اختصار رابط وكده، تمام؟ فانت ممكن تشوف البلاي ليستين دول، شوف اللي انت الفيديوهات اللي انت عايزها عن طريق اختيار رابط او شركات الاعلان، هو ده الربح من السي بي ام. هنتكلم دلوقتي شرح شويه حاجات عملي، مثلا هنشرح عملي على جيت سي ار ال. اي موقع تلاقي فيه سي بي ام، اي موقع للسي بي ام هتنزل تحت كده هتلاقي البي اوت ريتس، هتلاقي فيه حاجه اسمها بي اوت ريتس، يبقى ده موقع سي بي ام. البي اوت ريتس يبقى ده موقع سي بي ام، هتشوف الريتس بتاع المواقع اللي انت داخل فيها، يبقى اي موقع سي بي ام هتلاقي فيه بي اوت ريتس او هتلاقي فيه ريتس. الريتس ده معناه ايه؟ اهو زي ما انت شايف حتى مكتوب هنا سي بي ام، الريتس ده معناه ان لكل 1000 مشاهده او 1000 حاجه تحصل او 1000 نقره او 1000 اي حاجه هتاخد عليها يعني ثمن معين. هنا مثلا عندك الكويت هنا بتاخد 7 دولار، الكويت بتاخد 7 دولار او 7.6 دولار، الامارات 7 دولار، حلو قوي. فهو ده السي بي ام ببساطه، انك بتاخد فلوس مقابل كل حاجه، كل 1000 حاجه هتحصل، نقرات او ظهور او مشاهدات او اي حاجه، فهو ده السي بي ام ببساطه. نيجي هنا عند اهم مواقع للربح من السي بي ام، عندك هي كل مواقع اختصار رابط، كل مواقع اختصار رابط وكل مواقع شركات الاعلان اللي احنا شرحناها قبل كده في القناه، او في شركات اعلان جديده طبعا هتشرح، في شركه اعلان جديده هتشرح يوم السبت، تمام؟ وهنبدا نظبط الاسبوع مره تانية يوم السبت باذن الله، بدايه من يوم السبت هنبدا نظبط الاسبوع كله مره تانية. معلش على الحلقات اللي فاتت، معلش انا الاسبوع ده عملت 3 حلقات فقط، فانا اسف جدا، ولكن ده مش بايدي خالص، انا فعلا في امتحانات الايام دي، امتحانات صعبه ويعني شادين علينا جدا شده جامده قوي، فمش عارف اظبط يعني في اليوتيوب شويه، فهبدا اركز ان شاء الله الفتره الجايه. فنركز كده مع بعض، اهم المواقع زي ما قلنا هو افضل موقع عربي، افضل موقع عربي لاختصار الرابط هو موقعين، بينقسم لموقعين، الموقع الاولاني هو جيت سي ار ال، الموقع الثاني هو كات يو ار ال. الموقعين دول ممتازين جدا، ممكن تستخدم اي واحد فيهم او تستخدم الاثنين مع بعض زي ما انا بعمل. حلو. تاني حاجه، اهم موقع للدول الاجنبيه هو ده اللي عايز اتكلم فيه دلوقتي، موقع جين يو ار ال. موقع جين يو ار ال هو افضل موقع، افضل موقع، افضل موقع يعني بمراحل، بمراحل كبيره جدا لجين يو ار ال، ان هو افضل موقع للدول الاجنبيه. هو هسيب لك سبات الدفع بتاعه اسفل الفيديو، ان هو ده افضل موقع للدول الاجنبيه اللي ممكن تشوفها في حياتك، ان الموقع ده فعلا ممتاز جدا جدا جدا، والبي اوت ريتس بتاعه والدفع بتاعه ممتاز جدا جدا جدا، بيدفع عن طريق بايونير. فنخش كده على الموقع نتصفحه شويه، جين يو ار ال، ننزل تحت نجيب البي اوت ريتس. معلش حلقه النهارده خفيفه شويه. يونايتد ستيتس عندك 42 دولار، 42 دولار 42 دولار لكل 1000 واحد بس هيضغطوا من الديسكتوب، وهو اقل مبلغ الدفع فيه هو 50 دولار عن طريق بايونير. هنا 21 دولار عن طريق كل واحد هيدفع هيضغط على الحاجه بالموبايل. طيب استراليا عندك 27 دولار، وهنا 13 دولار، يونايتد كيندوم 25 وهنا 11، نرويج 20 دولار وهنا 13، هنا عندك كندا 17 و8، الدنمارك 16 و10، هنا السويد عندك 15 و10، الفاينلاند عندك 13 و8، نيوزيلندا عندك 12 و8، وعندك جيرماني 12 و8 برضو، عندك نيدرلاند هي 12 و8، وعندك يونايتد ستيت، يونايتد عرب اميريتس، عندك الامارات 11 دولار تقريبا و7 و28 سنت للموبايل. فزي ما انت شايف عندك البيت حاجات هي ضعيفه شويه، ولكن
فعلا ممتاز جدا 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 الموقع ده، حتى الناس كلها بتقول بدأ نسحب من الموقع، والموقع فعلا بيدي ارباح كويسه جدا. يقول لك المفروض بقى الموقع ده يقلل شويه من السي بي ام بتاعه، يبدأ السي بي ام بتاعه يقل واحده واحده كده مع الزمن. لكن ده كان 20 دولار اليونايتد ستيتس، بقى 42 دولار، يعني الموقع بيطلع لفوق مش بينزل لتحت. هي دي فعلا الناس اللي بتشتغل، فعلا دي الناس اللي بتشتغل بجد. انا حبيت بس انوه على الموقع ده وانبه الناس تشتغل في الموقع ده، موقع ممتاز جدا. يعني 42 دولار لكل 1000 هتسحب يعني فلوسك مباشره وعلى طول. يعني انت حاول تجتهد بس انك تجيب 1000 بس وتسحب 42 دولار من الموقع ده. الصراحه موقع ممتاز جدا، يعني فوق المتوقع الصراحه. ونرجع هنا مره تانية للقناه. فزي ما قلنا مواقع السي بي ام هي كتير جدا. اي شركه اعلان انت ممكن تشوفها هنا من البلاي ليست اللي انا اتكلمت عليها في اول فيديو، هتلاقي فيها اكتر من شركه اعلان. كل الشركات دي بتتكلم عن السي بي ام، كل الشركات دي بتتكلم عن السي بي ام. فالسي بي ام هو حاجه كبيره جدا، هو مجال كبير جدا، انت ممكن تربح منه الاف الدولارات شهريا. مجال كبير جدا، هو مجال شركات الاعلان ومجال اختيار الروابط والحاجات دي، هو كل ده سي بي ام. تمام، يبقى نرجع هنا مره تانيه بنلخص الحلقه. السي بي ام يعني كوست بير مايل، يعني العائد لكل 1000 شيء سيحدث. ال 1000 دول مهما كان بقى 1000 ظهور او 1000 مشاهده او 1000 نقره، مهما كان هو ده هو السي بي ام. في اخر حلقه بس عايز كده اقول ملحوطه بسيطه جدا، هو جوجل ادسنس. عن جوجل ادسنس، ادسنس الربح بتاعها او ادسنس شركه جوجل ادسنس اساسا هي سي بي ام ولا سي بي سي؟ ادسنس هو عامل مشترك بين السي بي ام والسي بي سي. السي بي ام والسي بي سي في ادسنس الاثنين. سي بي سي هو ادسنس بيحسب ارباح عن طريق الارباح، عن طريق النقرات اسف. ادسنس بيحسب ارباح عن طريق النقرات، هو شيء مشهور جدا في ادسنس ومعروف. ادسنس في بلاجر بيحسب عن طريق الاثنين، ادسنس في بلاجر بيحسب عن طريق الاثنين مره ثانيه. ادسنس في بلاجر بيحسب عن طريق المشاهده وعن طريق النقره، او ادسنس في المواقع عامه، اما ادسنس في اليوتيوب بيحسب عن طريق النقره فقط. دي بس حاجه حابب انوه عنها في جوجل ادسنس، عشان الناس اللي بتتكلم ان هي ما بتربحش من بلاجر، ان هي ما بتربحش من اليوتيوب. اليوتيوب لازم العميل او اللي بيتفرج او الفيزيتور اللي بيتفرج على او الفيور اللي بيتفرج على الفيديو لازم يضغط على الاعلان عشان تربح منه، مش عشان يشوف الاعلان فقط. تمام، عشان كده بنوه كتير جدا الناس تشتغل في ادسنس بلوجر ويوتيوب مع بعض، بحيث ان هو يكسب من مشاهده الاعلان ويكسب من الضغط على الاعلان. ويا ريت محدش يزعل بس ان انا صوت بتكلم بسرعه شويه، ولكن بحاول اختصر لكم في الموضوع على قد ما اقدر بحيث ان انتوا تفهموا الموضوع ده بسهوله وببساطه. فالسي بي ام هو حاجه سهله جدا، انت ممكن تربح منها الاف الدولارات شهريا. لازم تركز في شركات الاعلان كربح من الانترنت، لازم تركز في الربح من شركات الاعلان وربح من مواقع يبقى ليك موقع خاص بيك تربح منه. فمن غير الموقع ما يكونش ليك موقع تربح منه ويجي لك زوار، فالزوار ده انت ممكن تحركهم بالشكل اللي انت عايزه. ممكن تحركهم بحيث ان هم يضغطوا على روابطك، يتحركوا ان هم يشوفوا اعلاناتك، تحركهم ان هم يشوفوا اعلانات البوب اندر، فكل ده هيكسبك فلوس. فانت قبل ما تربح، قبل ما تدور على فلوس، فانت لازم تدور على الفيزيتور او الزائر اللي هيجيب لك الفلوس. تمام، دي بس كانت حاجه اخيره عايزه اقولها لكم. كان معكم مصطفى من قناه مستر بومتك. الفيديو عجبك لايك الفيديو وسبسكرايب للقناه لو كنت اول مره تشوف حلقات مستر بومتك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.